معي الآن على الهواء سعادة المهندس يوسف السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة ليحدثنا حول مشروع طريق خورفكان، حيث أنه كان طرفا رئيسيا من خلال هيئة الطرق والمواصلات في هذا المشروع، بالإضافة إلى شريكهم الاستراتيجي في هذا المشروع دائرة التخطيط والمساحة. سعادتك السلام عليكم، مساك الله بالخير ويعطيكم العافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير يا أبو راشد. أول شيء كيف شعورك وأنت ترى أمامك ثمرة هذا العمل الدؤوب وثمرة إصرار صاحب السمو حاكم الشارقة على أن يحقق الفرحة لأهالي خورفكان خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة؟ أبو راشد، هذا المشروع مشروع معجزة، مشروع كان حلم وأصبح واقع، مشروع يعجز الكلام يعني بوصفه، اللي تحقق يعني مشروع يمكن يكون الأضخم، وهذا المشروع مفخرة لأنه مشروع نوعي ويعتبر يمكن يعني الأول في الشرق الأوسط. شغل كبير تم في خلال فترة الإنجاز، الكل شارك فيه، هذا المشروع مشروع الكل. نحن فخورين بهذا المشروع. نعم نعم دكتور أخي مهندس يوسف، أعتقد نعم. بأن كذلك يعني فترة العمل في هذا المشروع فترة زمنية ربما طويلة نوعا ما، طويلة طبعا من حيث العمل أقصد وليس من حيث الإنجاز، لأن الإنجاز جاء الحمد لله رب العالمين فترة زمنية قياسية، فلابد أن هناك الكثير من الصعاب التي تغلبتم عليها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. تخبرنا عن ظروف العمل في هذا المشروع سعادتك. نعم أبو راشد، يعني بداية أنا أحب أبارك لين لحضرة صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن حمد القاسمي حاكم الإمارة المفدى بهذا الإنجاز الكبير. ثانيا نشكر الله سبحانه وتعالى ومن ثم نشكر صاحب السمو على جهده وتوجيهه ومتابعته المستمرة إن اللي كان لها الأثر كبير في إنجاح هذا المشروع. أيضا نشكر سموي العهد على دعمه لهذا المشروع، وأيضا أنا أشكر جميع شركائنا الاستراتيجيين اللي شاركونا، وعلى يعني وأول واحد إحنا يعني نشكره المهندس صلاح على دعمه المستمر. أيضا أنا أشكر فريق العمل في الهيئة اللي يعني شاركوا هذا المشروع وقبلوا هذا التحدي. هذا تحدي ومشروع كبير لأنهم هم يعني صارعوا الوقت وصارعوا الظروف المشروع. أيضا أشكر كل الشركات اللي قامت بواجبها واجتهدت في إنجاح هذا المشروع. لا يخفى عليكم براشد المشروع يعني كبير، صحيح. ممكن حنا يعني نوصف المشروع بصعابة. المشروع يبدأ من شارع الإمارات وينتهي بميدان وادي يشي ب 89 كيلو متر. يضم هذا المشروع 8 تقاطعات وجسور. التقاطعات هي نزوة، طوي السامان، وشاح، تقاطع منطقة الديف الصناعية، جسر الشوكة السيجي، جسر وادي عشواني، تقاطع دفتة الحلقي، تقاطع شيص. أيضا يضم هذا المشروع 10 عبارات للسيارات، 64 عبارة لتصريف مياه الأمطار، 3 أنفاق لتصريف مياه الأمطار، 3 عبارات حماية لخطوط الغاز. أيضا إحنا يضم اللي هم الأنفاق 5 اللي هي الروق والغزير والملتقى والساحة والسقب. أطوال الأنفاق مجملها 6 كيلو 600 تقريبا. الكميات المستخدمة في المشروع 1,662,300 طن أسفلت، 691,320 طن خرسانة، 25,810
متر مكعب كميات الردم 22 مليون و317 500 متر مكعب كميات القطع. لا شك يعني ابو راشد انتم كل بالملايين دكتور مهندس. نعم كل ملايين، لان المنطقه احنا هذا المشروع ابو راشد هو لوحه، اللوحه تبدا من منطقه صحراويه صحيح، تدخل في منطقه سهليه صحيح، تدخل في منطقه وعره، فانت لو شوف في تدرج مكان صحيح. سهل واضح واضح جدا، اصعب اكثر صعوبه، فالجهد كبير، الكميات هذه الردم والقطع مهولة كثيرة، واجهنا صعوبة في التعامل مع المنطقة الجبلية، المنطقة كيف يعني نبدأ التفجير، كيف ننظف هذا التفجير، نرجع احنا نحفر لغاية ما نوصل للمنسوب الطريق المصمم له، جهد كبير. كان العمل 24 ساعة، يعني في إحصائية عندنا احنا مقدمينها المقاول 22 مليون ساعة عمل متواصلة، ما في توقف، إجازة خميس أو جمعة أو سبت، كل أسبوع 7 أيام العمل مستمر لحد ما احنا يعني وصلنا ان احنا ننجز هذا المشروع الحمد لله. ما شاء الله، الله يوفقكم ان شاء الله، وجهد طيب، وجزاكم الله خير، وميزان حسناتكم، والناس كلها تدعي لكم ان شاء الله، وافرحتم الناس وافرحتم كذلك صاحب السمو جزاه الله خير الذي فرح بفرح الناس الحمد لله رب العالمين. ورساله شكر توجه لكل من عمل في هذا المشروع من المهندسين التابعين لهيئه طرق المواصلات او حتى من الدوائر الاخرى. مشكور سعادتك ما قصرت، بارك الله فيك، جزيل الشكر لسعاده المهندس يوسف السويجي رئيس هيئه الطرق والمواصلات بالشارقه.